الرئيس مستني ان هو يصلح حال البلد. الناس دبلومات من 88، انا دبلوم 88، ما تعينتش في الحكومه لحد دلوقتي. شغال عامل نظافه، واحد معاه شهاده شغال عامل نظافه، ومعايا ناس واخده بكالوريوسات شغاله عمال نظافه معايا. عاوزين الرئيس يصلح حال البلد ويعين الناس اللي وداها. والوقت الحكومه زادت والمعاشات زادت، ها، واحنا اللي واخدين دبلوم من 84 و88، الحكومه بتزيد والناس كلها بتزيد ما عدا احنا. احنا من ايام ما قامت الثوره محلك سر بنصرف بنقطع من بنبيع عفشنا ونبيع هدومنا عشان ناكل ونشرب. لحد دلوقتي ما استفدناش حاجه. زود الحكومه، زود القطاع العام، وزود القطاع الخاص، والمعاشات زادت واحنا ما زدناش. الفلاح اللي ما بيزيدش خالص، العامل الارزاق بيشتغل ازاي؟ احنا عمال المترو بتوع النظافه من ساعه ما نشا المترو واحنا لا تامين ولا معاش ولا اي حاجه. زمايلنا ثلاثه اتاكلوا في المترو بالليل، محدش نظل مرتباتنا تتحسن وعايش في شقه كويسه انا وعيالي، وعيالي لا شغل. انت مرتب حضرتك كام؟ 500 جنيه 500 جنيه، عندك كام عيل؟ ثلاثة. طيب انت ايه اكتر حاجه انت بتتمناها ان الرئيس محمد مرسي ينفذها في الفتره اللي جايه؟ يعني على قد ما يقدر يحاول يعني يعيشنا عيشه كويسه. ومستني ايه تاني في مصر؟ شايف ان مصر هتهدى في الفتره اللي جايه باذن الله؟ باذن الله. مستني يصلح المعيشه بس، والناس الغلابه تلاقي تاكل، والناس اليوتا ما لهمش اب وام يلاقوا ياكلوا ويشربوا. مش عايزين الرخاء في الاكل والشرب وفي اللبس والمعيشه بس، مش عايزين حاجه اكتر. هو يعني اللي ملوش تامينات، اللي ملوش معاش يعملوا معاش عشان الناس الاطفال تلاقي تاكل والام تلاقي تاكل. يعني تحقيق العداله الاجتماعيه اهم مطلب بالنسبه لحضرتك. معيشه هي دي المطلوبة، الرخاء في الاكل والشرب والناس تعيش في امان. متفائل يا عم علي؟ والناس تعيش في امان ان شاء الله. انا سالت عليه قالوا لي انه راجل يعني كويس، مش هيعمل حاجه يعني. هو لغايه دلوقتي كله كلامه كويس وكلامه بيجيب السياسه كويس، بس ما لسه يعني ما جربناش على الواقع. مستني الكلام يعني يخش اطار التنفيذ. مستني اشوف حاجه حلوه ان شاء الله. يعني مستني اشوف الفقير بياكل والغني بياكل والمعيشه بقت كويسه والناس بقت عايشه في استقرار وامان. في الهب